بشرى سارة لجميع المغتربين والمقيمين على الأراضي السعودية. لنشاهد التفاصيل. قررت السلطات السعودية اليوم الأحد تمديد موعد انتهاء صلاحية الإقامة والتأشيرات، وذلك دون رسوم أو مقابل مادي. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجوازات أو بعثات المملكة في الخارج حتى نهاية يناير لعام 2022. صحيفة سبق المحلية قالت أن قرار تمديد صلاحيات التأشيرات والإقامة مجانا جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عزيز آل سعود. كما أوضحت الصحيفة أن المديرية العامة للجوازات في السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 من يناير كانون الثاني لعام 2022. جاء قرار التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار جهود الحكومة السعودية المتواصلة للتعامل مع أثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين بهدف الإسهام في التخفيف من الأثار الاقتصادية والمالية. وحسب ما نقلت وسائل أعلام محلية، فإنه من المنتظر أن يتم التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي: أولا، تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين لمن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 من يناير 2022، باستثناء من استكملوا تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها. ثانيا، تمديد صلاحيات تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية للزائرين ممن هم من خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي الجائحة فيها، ليكون إلى تاريخ 31 من يناير 2022.